سوف نقوم الآن بشرح مثال بسيط عن عملية المشتريات أو التوريد المخزني في حالة كانت هناك تكلفة البضاعة مضافة عليها مصروفات أخرى متنوعة مثل مصاريف الشحن، التفريغ، التأمين. سوف نقوم بضرب مثال بسيط حول هذه العملية. مثال: نفرض جدلا أنه تم شراء الأصناف من المورد عبد الرحمن بالآجل، وقد كانت هناك تكلفة البضاعة الظاهرة أمامنا، الكمية الوحدة، تكلفة بضاعة، ثم دفعت مصاريف شحن نقدا تم تحميلها على هذه البضاعة. إذا من أجل أن نقوم بحل هذا المثال لابد أن نقوم باتباع الخطوات التالية. أولا، يتم الذهاب إلى الدليل المحاسبي وعمل حساب وسيط في جانب الخصوم يسمى وسيط المشتريات. الخطوة الثانية، نقوم بعمل التوريد المخزني ونجعل الحساب المتأثر هو الحساب الوسيط، ويكون هذا التوريد شامل لتكلفة البضاعة زائدا مصروفات الشحن والتفريغ أو المصروفات الأخرى مضافة. ثم نذهب في الأخير إلى قيود اليومية ونعمل القيد المحاسبة التالي، من أجل أن نقوم بتصفير حساب الوسيط. هيكون القيد المحاسبي كالتالي: من حساب الحساب الوسيط وسيط المشتريات بمبلغ التوريد المخزني كاملا شاملا لتكلفة الشحن إلى مذكورين، حساب المورد عبد الرحمن بمبلغ الشراء، وحساب الصندوق بتكلفة أو مصروفة الشحن المدفوعة نقدا. الآن نقوم بتنفيذ العملية. يتم الدخول إلى قائمة العمليات، أو في البداية نذهب إلى الدليل المحاسبي إضافة، نقوم بإضافة الحساب الوصف في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم يسمى حساب وسيط المشتريات، طبعا حساب فرعي، ثم نقوم بعمليات. نقوم الآن بالدخول للعمليات، التوريد المخزني، الضغط على زر الإضافة، ثم نقوم بتحديد حساب الوسيط المتأثر F9، انزل الحساب، ثم اختيار رقم المخزن مثل المخزن الرئيسي، ثم نقوم بإنزال أصناف إما عن طريق رقم الصنف أو عن طريق الاسم مثلا بر أمريكي كمثال 100 كيس، التكلفة 1000 ريال، ثم مثلا دقيق البركة كمثال آخر 50 كيس مثلا 8000 ريال، ثم عصير مثلا سيزر مانجو مثلا 10 أكياس ب4000 ريال. نلاحظ أن الإجمالي الآن 100 أو 1,340,000 ريال، هو شامل تكلفة البضاعة زائدا 10,000 ريال مصاريف الشحن قسمت على الكمية، قسمت على الكمية. طبعا البيان مشتريات من شركة عبد الرحمن مضافا إليها مصروفات الشحن. طبعا نقوم بحفظ المبلغ 100 أو 1,340,000. نقوم الآن بعملية الترحيل، التوريد الأخير استعراضه. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى القيود اليومية وعمل القيد المحاسبي التالي. المبلغ 1,340,000 هيكون من حساب الحساب الوسيط إلى مذكورين، المورد عبد الرحمن بتكلفة الشراء الفعلية، وحساب مصاريف الشحن المدفوعة نقدا، حساب الصندوق طبعا F9، نقوم بإنزال الحساب الوسيط، البيان تصفية أو تصفير الحساب الوسيط. وإقفاله طبعا أفضل، وإقفاله المبلغ طبعا 1,340,000 إلى حساب المورد
عبد الرحمن. لكم قيمة بضاعة طبعا دائن مبلغ 1,330,000 ريال. ثم إلى حساب الصندوق البيان طبعا دفع مصروفات الشهر 10,000 ريال. ثم نقوم بعملية الحفظ وعملية الترحيل قيود يومية حفظ. الآن إذا ذهبنا إلى كشوفات الحسابات الحسابات الفرعية وأردنا استعراض مثلا كشف حساب الوسيط وسيط F9 بالزر الأيمن نسحبه صح، ثم نقوم بتحديد التاريخ مثلا مثلا من بداية السنة كمثال أو من بداية شهر 9 مثلا لشهر تبعة. نلاحظ ماذا؟ أن الحساب الوسيط في أمر التوريد المحصول كان دائن وتم تصفيره وإقفاله في حساب الموردين والصندوق، إذا الرصيد أصبح إيش؟ صفر. يتم استخدام هذه الطريقة في حالة أردنا القيام بشراء بضاعة وقد كانت وعليها مصاريف إضافية كالشحن والجمارك والتفريغ وغيرها.